بدر طيبك بدر طيبك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد وفخر وامنيات السلام عليكم. يا هلا ويا مرحبا فيكم وشرفتونا في الحفل الختامي لزد رصيدك النسخة السادسة. أتمنى منكم اتباع التعليمات، أتمنى منكم الاستمتاع في فقرات الحفل، وأتمنى لجميع المتسابقين التوفيق وفالهم المراكز الأولى إن شاء الله. فمان الله. يا بداية انت في القمة، يا بداية انت في القمة، فوق رجم متعب الراقي، فوق رجم متعب الراقي، والعدو قد مات في همه، يوم ما صار الذي يبغي دس سمه، مات في سمه، دس سمه، مات في سمه، ما قهرنا والقهر مشقي، ما قهرنا والقهر مشقي، يا شباب الهمه الهمه، دقت ساعه على التنبيه، من وانا برد خمه، من وانا برد خمه، ثم نحوس حسني صحي، ثم نحوس حسني صحي، شباب الدين والذمه، والخطا ما حنا بنزكي. يمه عسى عمرش طويل، ما ليش شبيه ولا مثيل، والمدح في مثلش قليل، ليش عندنا حب وقدر، ليش عندنا حب وقدر، يلا تجمل منطقي ضم المحاسن وغرقي، والطيب والقلب النقي، طالبك يا رب البشر، طالبك يا رب البشر، يما عسى عمرش طويل، ما ليش شبيه ولا مثيل، والمدح في مثلش قليل، ليش عندنا حب وقدر، ليش عندنا حب وقدر، يمه عسى عمرش طويل، ما ليش شبيه ولا مثيل، والمدح في مثلش قليل، ليش عندنا حب وقدر، ليش عندنا حب وقدر. يا شفت طير يا كسر
عيدي يا دار اخو نورها لا مذهب ملة عيدي يا دار اخو نورها لا مذهب ملة عيدي دونك اللي تورد اخصامك على حوض المنايا عيدي كلنا سلماني والدولة أبي مستقلة عيدي نرخص الأرواح من دفع وفشعب وحمايا عيدي يا دار أخو نور على مذهب وملة عيدي 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 يا دار أخو نور على مذهب وملة عيدي دونك اللي تول بخصمك على حوض المنايا عيدي كل ناس المالي والدولة أبي يا مستقل عيدي نرخص الأرواح من دفع وفشعب وحمايا عيدي يا دار أخو نور على مذهب وملة فوق المراجل غيمة ما تمطر إلا ديمة تسقي الرفاقة قيمة طول الدهر يفول والله عطاني رفاقة مثل الزهر في باقة للمراجل سباقة والقمة يرقون يسرى يسرين ما هو يسرى واليمنى بليا يسرى تستنزف المطعون لاجتني سبع جافي والينكسر مجدافي يظهر لي صاحب وافي روح وجسد وعيون يفهمني بنظرتي وما تزعله غلطاتي هو دجلتي وفراتي ومن الجفا مصيون الله يديم الخوة على النقى والقوة عز وفا ومروة وإحساس يملا الكون أنا سفير عمان وقلت من مجان فيني وفا للدار وداركم لي دار 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 واهلي يا الله واهلي يا الله واهلي يا الله واهلي يا الله يا الله يا معين واهلي يا الله واهلي يا الله واهلي يا الله يا الله يا معين يا سيدي سلمان يا حامي الأوطان يا حامي الأوطان يا سيدي سلمان يا حامي الأوطان يا حامي الأوطان يا صاحب العزة والعزم والإصرار 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 يا وهلي يا افزع لابن عمك وطيب وتجمل ترى الجميل يموت راعيه ما مات افزع لابن عمك وطيب وتجمل ترى الجميل يموت راعيه ما مات هل يا خاطر ربك بحقك تحمل اطيب خير من رد عشر مرات وليا عواج ربعه برايه وشمال ما تنفع الحسرات في باية تنفات ثلاثة ما هي في حياتك تهمل أمك وأبوك وحفظ خمس صلوات ثلاثة ما هي في حياتك تهمل أمك وأبوك وحفظ خمس صلوات وارضى بقسمك فالحياة وتأمل واستغفر الله الحياة ابتلاءات لا لا تضايق ولا تتم اصبر على الجرح وطنك وانسى الكدر والعنا والهم والدمع لا يسكن عيونك لا لا تضايق ولا تهتم اصبر على الجرح وطعونك وانسى الكدر والعنا والهم والدمع لا يسكن
ومحزم سندك بالضيقة وعونك تسراج في ليلك الأظلام يضوي مساراتك وكرامك لا تضايق ولا تهتم اصبر على الجرح وطعونك وانسى الكدر والعنا والهم والدمع لا يسكن عيونك يا سلام الله على دار الملوك والمحبة ما يجي فيها شكوك كلنا سلمان بن عبد العزيز عزنا الله في ربوع بلادنا والفخر يسمو بذكر مجدنا كلنا سلمان بن عبد العزيز والله إنا ترب قاعم في الثرى عندنا في طيبها وفم القرى كلنا سلمان بن عبد العزيز مملكتنا من بعد دين الحنيف نهجنا بالعدل والسيف الرهيب كلنا سلمان بن عبد العزيز نفتدي بارواحنا دون الحدود كلنا من دون واجبنا جنود كلنا سلمان بن عبد العزيز في حدود الشام ولا في اليمن نقهر العود ولا طال الزمن كلنا سلمان بن عبد العزيز كلنا سلمان بن عبد العزيز كان المعارك طيش فحنا اهل الطيش يا سلام وكان الحروب هبال فحنا هبالي تحت راية زيني سمع الوطاع ديرتي يا ديرة العشق والمجد العظيم ترى الشعب السعودي ما يهمه يوم بالتحديد الله الله يبين فرحته واللي يريد يقوله يقوله نفخر اننا سعوديين انت تبدا بالحد الجنوب ولا تتكلم عن رأد الشمال ولا تتكلم عن الوضع الاقتصادي درسنا كيف نجزرع يا الاحسان بالاحسان ودرسنا الدول اللي تعتدي وشلون ندبها ودرسنا كل درس الا دروس الظلم والعدوان علشان الملك من منهج التعليم شاطبها عريسنا الملك سلمان نفرح فيه ونفخر فيه ان للسنه الثانيه نبايعهم في المنشط والمكره ونحمد الله سبحانه وتعالى بأن عشنا في أمن وأمان والشام كله يردد على سلمان حنا بأمن وأمان وهم قاعدين يحموننا الله يقويهم ويحفظهم وينصرهم طيب. الحمد لله نعمة نعمة الأمن والأمان والخاين والله مو على الناس الخاين على نفسه عماني يشهد بالفخار عهد سلمان 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 العزم والبطولة سيدي سلمان يا فخر الزمان الفخر تستاهله ويستاهلك مليك حزم باللي حزم والفعول اسمان توكل على الله راح والنية هنية وجدك السراية كلها تطلب الميدان على أرواحها دون الحدود الجنوبية الحرب ما هي بس حرب السلاح في حرب إعلامية في حرب نفسية لأجلنا قدموا أرواحهم بالله عليك أنت ماذا قدمت لهم وطني يستحق أني أتعب عشانه وطني لازم أذكر شكر لجنود هذا البلد شكر لحكامنا من يحاول زعزعة أمن السعودي ما يحرك في السعودية شعره دون حد المملكة جندو أسودي ومن نوانا والعدو اللي نوانا ندمه الإمام القائد المقدام نغليه لجله كلنا ناقف على طريق وندق التحايا إيه ذا سلمان بن عبد العزيز المجد كله خير العوجة طويل الباع مقطع السراي لك الولاية ومن دون تأخير ونجدد البيع على طول عهده ونجدد البيع على طول عهده طبعا دخول المملكة العربية السعودية وقوات التحالف بعد أن اشتكت اليمن من الظلم وهذا كان بمساعدة الله سبحانه وتعالى ثم تدخل أسيادنا في دول الخليج والدول العربية والإسلامية القبائل اللي كانت تقاتل مع الحوثي اللي يقول المتحوثين بدوا يرجعون إلى مناطقهم للدفاع عنها اللهم لك الحمد العظيم الانتصارات اللي نراها وتثلج صدورنا هذا علم دولتي اللي رقابنا نطيح على شانه ويحق لي افتخر به في اي مكان كيف ما افتخر به في حفل واحنا وياكم اشتركنا في دم واحد الجلال والجمال والهلا والرجاء في هواك في هواك والحياة والنجاة والسناء والبهاء في رباك في رباك سايرين في المجد والعلياء
مجدي لخالق السماء. كل أم تراني الآن في الكاميرا، كل أب، كل طفل، كل بنت، كل ابن، أبوك على الحد، ارفع راسك. أحلامنا وامالنا واغلى الطموح في بداية قد تحقق ما نبي، صرح شامخ غير عن كل الصروح، يستفيد الشيخ منها والصبي. أحلامنا وأمالنا وأغلى الطموح في بداية بتحقق ما نبي، صرح شامخ غير عن كل الصروح، يستفيد الشيخ منها والصبي. أحلامنا وأمالنا وأغلى الطموح في بداية بتحقق ما نبي، صرح شامخ غير عن كل الصروح، يستفيد الشيخ منها والصبي. في بداية بداية في بداية ديننا له رايتنا عليا خدمته بالموهبة من واجبي، بالنشيد وبالشعر صوت وبوح ننشر الدين بلسان يا عربي. ديننا له راية عالية تلوح خدمته بالموهبة من واجبي، بالنشيد وبالشعر صوت وبوح ننشر الدين بلسان يا ربي. أحلامنا وأمالنا في بداية قد تحقق ما نبي، أحلامنا وأمالنا وأغلى الطموح في بداية قد تحقق ما نبي، صرح شامخ غير عن كل الصروح، يستفيد الشيخ منها والصبي. أحلامنا وأمالنا وأغلى الطموح في بداية قد تحقق ما نبي، صرح شامخ غير عن كل الصروح، يستفيد الشيخ منها والصبي. في بداية بداية في بداية الممثل عنده احساس وروح مثل ما بغى الخير ايضا هو يبي، عندنا له دافع آلة الوضوح والهدف يسهل على الحر لبه. والممثل عنده احساس وروح مثل ما بغى الخير ايضا هو يبي، عندنا له دافع الوضوح والهدف يسأل على الحر لبي. أحلامنا وأمالنا في بداية قد تحقق ما نبي، أحلامنا وأمالنا وأغلى الطموح في بداية قد تحقق ما نبي، صرح شامخ غير عن كل الصروح، يستفيد الشيخ منها والصبي. أحلامنا وأمالنا وأغلى الطموح
الشيخ منها والصبي في بداية بداية في بداية. والأخوة بيننا لا ما تروح باقي طول الزمن يا صاحبي، الأخوة بيننا عطر يفوح، بيننا الخوة على نهج النبي. والأخوة بيننا لا ما تروح باقي طول الزمن يا صاحبي، الأخوة بيننا عطر يفوح، بيننا الخوة على نهج النبي. الأخوة بيننا لا ما تروح باقي طول الزمن يا صاحبي، الأخوة بيننا عطر يفور، بيننا الخوة على نهج النبي. ومنه يخطي مننا يلقى النصر والتعافي، صاحبي يعني تعبي يا صديقي، وانت بلسم للجروح وانت للخوة مثال يضربي. من هو يخطي مننا يلقى النصوح والتعفي، صاحبي يعني تعبي يا صديقي، وانت بلسم للجروح وانت للخوة مثال يضربي. من هو يخطي مننا يلقى النصوح والتعفي، صاحبي يعني تعبي يا صديقي، وانت بلسم للجروح وانت للخوة مثال يضربي. بيننا لا ما تروح باقي طول الزمان يا صاحبي، الاخوة بيننا عطر يفور، بيننا الخوة على نهج النبي. والاخوة بيننا لا ما تروح باقي طول الزمان يا صاحبي، الاخوة بيننا عطر يفور، بيننا الخوة على نهج النبي. شمس لها مبدأ وضوء، أرحبي يا ساعة الطيب أرحبي، التكاثر والوفاء برقة يلو، والمودة تسقي الخافك سبي. القيم شمس لها مبدأ وضوء، أرحبي يا ساعة الطيب أرحبي، التكاتف والوفاء برقه يلوح، والمودة تسبي الخاف اكسبي. القيم شمس لها مبدأ وضوح، أرحبي يا ساعة الطيب أرحبي، التكاتف والوفاء برقه يلوح، والمودة تسبي الخاف اكسبي. بيننا لا ما تروح باقي طول الزمان يا صاحبي، الأخوة بيننا عطر يفور، بيننا الخوة على نهج النبي. والأخوة بيننا لا ما تروح باقي طول الزمان يا صاحبي، الأخوة بيننا عطر يفور، بيننا الخوة على نهج النبي. وانت يا الجمهور لا ما انت بشحوح،
والنجاح اللي حصل لك ينسبي، دعمكم تمم نجاحات وطموح، وانت يا جمهور عز ومكسبي. وانت يا الجمهور لا من تبشحوح، والنجاح اللي حصل لك ينسبي، دعمكم تمم نجاحات وطموح، وانت يا الجمهور عز ومكسبي، وانت يا الجمهور لا من تبشحوح، والنجاح اللي حصل لك ينسبي، دعمكم تمم نجاحات وطموح، وانت يا الجمهور عز ومكسبي، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور، ما يشابهكم سوى الخيل الجموح، الليل العليا تفز وتطربي، عز يا جمهور للعليا لحوح، ما يبي غير الدنيا ما يبي، ما يشابهكم سوى الخيل الجموح، الليل العليا تفز وتطربي، عز يا جمهور للعليا لحوح، ما يبي غير الدنيا ما يبي، وانت يا الجمهور لا من تبشحوح، والنجاح اللي حصل لك ينسبي، دعمكم تمام نجاحات وطموح، وانت يا الجمهور عز ومكسبي، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور. مجدكم ما يكتب في وسط لوح، تعجز الاقلام عنا تكتبي، يا فخر يا عز يا كل الطموح، يا وطننا اللي جمع كل العربي، مجدكم ما يكتب في وسط لوح، تعجز الاقلام عنا تكتبي، يا فخر يا عز يا كل الطموح، يا وطننا اللي جمع كل العربي، وانت يا الجمهور لا من تبشحوح، والنجاح اللي حصل لك ينسبي، دعمكم تمام نجاحات وطموح، وانت يا الجمهور عز ومكسبي، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور. وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور، وانت يا الجمهور لزله دموح، لانكم تدرون ما فينا نبي، تدمع حزله ولا طبع سموح، من يا بالفتنه يمطي ويهابي، وانت يا الجمهور لا من تبشحوح، والنجاح اللي حصل لك ينسبي، دعمكم تمام نجاحات وطموح، وانت يا الجمهور عز ومكسبي، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور، وانت وافي يا الجمهور ما جمني اي انصر وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور. هلا بل كنتم أهم فصول هذه الرواية كبارا وصغارا على مدى 100 يوم، ومع كل إشراقة شمس كنتم الرفيق، وحتى انتهاء هذا اليوم المليء بما نحاول أن نقدمه لكم كنتم المساند،
ومع كل أخطائنا التي كانت تحدث كنتم المسامح، ومع كل إنجاز من إنجازاتنا كنتم الداعم، كنتم معنا في أفراحنا، بل زدتم الفرح بهجة، وكنتم معنا في أحزاننا وقللتم هذا الحزن بالمواساة. كنا المتصدرين بالملايين من المحبين الداعمين، فكم احتفلنا بمليونية. بكم اليوم نحتفل، وبكم حفلنا يكتمل. ما أسرع هذه الأيام وما أجمل لحظاتها، تفاصيلها الناعمة لا تنسى ولن تنسى، تفاصيل محبة، تفاصيل أخوة، فيها الخلاف والغضب، وفيها الفرح والضحك، وفيها البكاء والفراق. وهذه هي سنة الحياة، وهنا يتلخص مصطلح الإنسانية. لن ننساكم، وسأقولها وكل أمل، لا تنسونا. التوقيع شباب زد رصيدك 6. شباب زد رصيدك 6. مشاهدين الكرام، نرحب معكم باسمي وباسمكم وباسم المشاهدين الكرام بالشيخ عبد العزيز العريفي مالك قناة بداية. الله يسلمك. حياك الله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أدري إنه برد، الصوت واضح. أقول السلام عليكم، وأدري إنه برد، ومشكورين لحضوركم. أدري إنكم تعنيتوا للحضور، مشكورين جدا، ومشكورين للجمهور اللي خلف الشاشة. بنهاية هالقصة 100 يوم مرت علينا بسرعة. نتمنى نكون خفيفين على المشاهدين. الشباب أبدعوا الحمد لله، وحقيقة أنا فخور جدا أن أكون بجنب هالشخص. الله يسعدك. العزيز على قلب العزيز على جميع الجمهور. على رأس هذا الرجل اللي أثبت أنه لا يضعف أمام شيء، ونتمنى أن يكون قدوة أو تكون قدوة لكل المشاهدين أو يا رب. نعم. الشيء الثاني حقيقة طبعا الجو بارد الحقيقة مرة، عشان كذا الواحد حركته خفيفة. فشاهد أنه برنامج زد رصيدك وضع على أساس أنه فعلا يمثل فئات المجتمع، وزي ما شفتوا خلال هال100 يوم شفتوا شبابكم أولادكم من الشباب السعوديين والخليجيين، مدى ما شاء الله تلاحمهم، مدى أريحيتهم، مدى إبداعهم. لنؤكد للمجتمع أنه عندنا مبدعين كثير، عندنا شباب لو تتاح لهم الفرص يبدعون إلى الأفضل والأفضل. وهذا دورنا إحنا في قناة بداية، أنه فعلا نساند الشباب ونصبح قناة ولادة للمواهب للشباب حتى يستفيد ويستفيد المجتمع. ونحمد ربي أنه فعلا وفقنا ربي بأن نكون مشاركين للجمعيات الخيرية، على أساس أن فعلا نساهم في اكتمال أوقافهم وتنمية مواردهم. الشيء الأهم والأهم أنه بداية هي فعلا تسعى إلى اللحمة الوطنية، وهذا الأهم. لذلك تشوفون شبابنا ما شاء الله من جميع مناطق المملكة، أخوة أحبة يحافظون على بلدهم ويؤمنون أنه بلدهم يجب أن يحافظ عليه. شكرا لحضوركم، شكرا للمشاهدين، وأتمنى إن شاء الله من التوفيق لنا ولكم في المستقبل ودائما. شكرا محمد. الله يسعدك. لحظة يا جماعة، لحظة ولحظة ولحظة يا جمالك يا جمالك، راضي ولا
فرطنا الليل يا سنبولة. اختار الرجال اللي بيشتغل. السلام عليكم. سلام. هيا حنا الان قبل البرايم محتاجين الريال. ايش بتسوي علمني؟ ابسوي دراما. انا ما مره اشوف رئيس بلديه يشتغل واعضاءه متبطحين. اوه كفو يا رئيس البلديه. غيموسه اتبل ومطر يا الغالي. سنكشف قضاء الحقيقه الان. والعصير اللي خلينا ما شربنا. راسي فوق وانا عالي. النكته جيت ابغى اقولها ونسيتها. يلا يا سلام يا سلام. حركيه حركيه اللعبه اغلى. أشكركم على المبادرة خال السرور والبسمة على أمثال هؤلاء. أقول هنيئا لكم الهدية العظيمة من الرحمن، وهنيئا لكم كذلك الحقيقة تربيتهم، وهنيئا لكم الوقوف معهم حتى يخطوا إن شاء الله تعالى فيها الحياة. اليوم العالم الإعاقة من خلال الاسم جرب الكرسي. الله مولانا الله يا مولانا هل ما يخفاك يا الواحد رزق. بنك الدم من 7 للأرواح. ايش تحب انك توصل رسالة للجنود؟ اول شيء اقول للجنود احنا معكم قلبا وقالبا. انا سفير عمان وقلت من مجان فيني وفا للدار وداركم لي دار. سلام يا حماد عيال مساعد ادعوا يلا يا رب. الحمد لله يا باشا وعلى نور النيل بنتمشى. ليه ليه حماد وجه هو يا عيال روح ورد. ايش تبي مشاوره ولا مشاركه؟ انا اقول حذيفه لكن اللي اذكره اسامه بن زيد. وش تشوفه ابو يارب؟ يا لا 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 هي تصايع عليه انزل من فوق الخيل لانك عابد ما تركب الخيل. صلوا على محمد. سامي ابوي يجلس الى فجر ولابس جاكيت وفروه وعساه يتدفى. شطوري انا اخي وانا الانسان دائما يسعى المصلحه. لا 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 حرام عليك. اشرب مويه وشغل سياره وراح لاقرب مستشفى. ما يقدر يسوي. تخيل انا ما اقدر اسوي. انا ما اعرف انا عندي قواعد كبيره. ها تمت يا بدايه انتباهي والفتل انتباهي فالنجاح استمري واثبتي واستقري. يا حافظ القران هاكم فرحه فلقد بلغتم ختمه القران. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. تأمل هو أن تعرف ماذا تريد أن تكون في المستقبل. نسمع قصيدنا فهد. الذي لو غبت أيام ما غاب يطول ليلي في غيبتها. أن خاف بس الفرق بينك وبيني تخاف تذكرني وأنا خايف أنساك. أرضيت فيها الهوى وغضبت حسادا. ياهيه ياهيه قبل الليل ما يسري قم ولع النار طيفي حان ميعادا. عجوز يقبل وساعات السهر تغري بين السوالف وبين البن وقناده.
غابة واليوم زاد الشوق وبركاته. مساكم جميعا ويا هلا فيكم في حفلنا المبارك وختام برنامج زد رصيدك بموسمه السادس. 100 يوم عشناها مع المتسابقين نحن والمشاهدين كذلك في أروع اللحظات وأميزها، سواء كانت اللحظات الجميلة أو الحزينة أو الإيجابية أو الأمور اللي عشناها في جميع مراحلها مع شباب ونجوم زد رصيدك بموسمه السادس. 24 متسابق لمدة 100 يوم، 10 برايمات، 10 ودعونا، وبقينا 14 متسابق. لكن خلال هذه الرحلة بكاملها هناك إحصائيات كانت ضمن نجاحات هالموسم، ولا يزعلون طبعا موسم زد رصيدك 5 و3 و4 و2 و1 كلهم على راسنا وقدموا كل موسم يبدأ. دكتور فارس يقول أنا موسمي بيت عرسان ما له علاقة يعني ولا طبعا كل موسم يدعم الموسم اللي بعده، ونجاح 4 أو نجاح 6 بنجاح 5 و5 بنجاح 4 للنهاية وبداية النسخة البرامج الشاشة إحصائيات هالموسم. حنا علينا الموسم الماضي إحصائيات كانت زد رصيدك 5 لمدة 3 شهور، عدد المشاهدات في اليوتيوب 150 مليون. قبل الإحصائيات تذكر أبرز مبادرات زد رصيدك الموسم السادس، طبعا هي أكثر من 50 مبادرة لكن إحنا ذكرنا أبرزها، مثل مبادرة اللي هو اليوم العالمي للإعاقة، ومبادرة جرب الكرسي، والتبرع بالدم، ومتلازمة داون، ومحاربي السرطان، ومبادرة اليتيم أنا قوي، ومبادرة التسامح، وغيرها العشرات من المبادرات اللي قدموها متسابقي النسخة السادسة. أيضا كذلك الدقائق المشاهدة خلال فترة زد رصيدك الموسم السادس، يعني الدقائق اللي شافوها أكثر من 1.5 مليار دقيقة شاهدوها هذا الموسم، وهذا من حب المشاهدين لهم. نشوف اللي بعده اللي هو نسبة نوعية المشاهدة للقناة فترة زد رصيدك 6، 52% اللي هو النساء و 48% الرجال، كذلك كانت نسبة متقاربة في مشاهدات زد رصيدك الموسم السادس. ثم نشوف اللي هو عدد مرات ظهور لهاشتاج زد رصيدك اللي هو 100 يوم، طبعا هنا مكتوب 3 مليار، هو اكثر من 4 مليار ظهور على هاشتاج زد رصيدك موسمه السادس، تفاعل الجمهور معاكم بمشاهده الهاشتاج. لكن اللي بعده حيكون، اعطوني اللي بعده اللي هو عدد مشاهدات اليوتيوب هالسنه، قلنا السنه الماضيه 3 شهور 150 مليون، هالسنه اكثر من 500 مليون مشاهده لزد رصيدك السادس، سمعوا لهم تحية يستاهلون، ألف تحية لهم بالمشاهدات العالية لهالموسم. كذلك عدد مرات الظهور لحساب قناة بداية، قناة بداية أنا أتكلم له حساب قناة بداية الرسمي فقط، اللي دخلوه واللي شاهدوه أكثر من 1 مليار مرة. زد رصيدك السادس اللي شاهدوا حساب قناة بداية الرسمي أكثر من 1 مليار مرة، وشكرا للإعلام التفاعلي على تفاعلهم. مثل ما أنتم عارفين حنا تقريبا في بداية البرنامج احتفلنا لقناة بداية على أفضل قناة عربية وخليجية بمهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة، وكذلك أخذ برنامج زد رصيدك أكثر برنامج جماهيري في عام 2016 بمهرجان القنوات الفضائية بالقاهرة مثل ما أنتم شايفين، واحتفلنا فيها تقريبا الأسبوع الرابع. نشوف الإحصائية اللي بعدها، في إحصائية ولا ننتقل للترحيب؟ طيب هذه إحصائيات، هذه الإحصائيات اللي عشناها هالسنة مع الشباب ونجوم زد رصيدك بجمالها وروعتها وفقراتها وتفاعلهم وحماسهم وعطائهم ومبادراتهم، كانت من أروع اللحظات اللي قدموها لنا وللمشاهدين. طبعا راح ننتقل للحظات النهائية اللي حنا ننتظرها، الفائز المركز الأول 300,000 ريال، والفائز الثاني المركز الثاني طبعا اللي هو 150,000 ريال، والثالث 50,000 ريال، والنجم الجماهيري التصويت اللي كان خلال اليومين الماضية اللي هي بقيمة 50,000 ريال راح نتعرف عليها بعد الفاصل. ها بعد الفاصل وقبل، طيب راح نتعرف على الفائزين المراكز الأولى وفارز زد رصيدك بعد هالفاصل القصير. إنجاز دعوة إلى الله والجاليات على دعوة غير المسلمين وإقامة الملتقيات والبرامج الشبابية والمحاضرات والدروس بالأيتام رفقاء
مع المجتمع رفقاء. البرامج التعليمية والتربوية، يعود حلقات البني والبنات، يعود المعاهد القرآنية، إقامة وقفي الأب، وقف أمي تستاهل. قرابة من أسلم خلال 5 سنوات 7,000 شخص عبر البرنامج. وقف بر الوالدين تهدف إلى دعوة الجاليات غير المسلمة إلى دين الله عز وجل وتعليمهم أحكام الإسلام من خلال أكاديمية المسلم والمسلمة الجديدة. وقف لجميع الدعاة ولجميع مناشط الخير. قناة بداية، سر هذه الحكاية. ثم نشكر لهذه القناة المتألقة التي من اسمها بداية فبدانا بفضل الله وتوفيقه. ثم شكر لإخواننا بقناة بداية. تقدم الشكر لقناة بداية والقائمين عليها. قناة البر والعطاء، قناة بداية وجمهورها الكريم. الحقيقة أن قناة بداية وجمهورها العريق ساهموا مساهمة فاعلة في تحقيق الاستدامة المالية الجمعية. ثم بعد عقد الشراكة مع قناة بداية ولله الحمد أصبح هذا الحلم حقيقة. بداية نشكر الأخوة في قناة بداية على هذا العمل الرائع الجميل والبناء. الشكر لهذه القناة والشكر موصول لكم يا جمهور قناة بداية. الشكر الجزيل وعطر الثناء لقناة بداية وجمهورها. نشكر في الحقيقة القناة الجميلة قناة بداية وجمهورها العظيم. بدأ هذا الوقف من قناة بداية وأجره مستمر بإذن الله بلا نهاية. قناة بداية سخرت إعلامها لخدمة مجتمعها. خدمة مجتمعها. بدر طيبك جاي عيد الذكريات، مرحبا واليوم ذاك الشوق سيدك. سيد 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 بدر طيبك، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مجددا في الحفل الختامي لبرنامج زد رصيدك من موسمه السادس. طبعا مهندس صوت الجمهور يقول السبيكر شغال بعد اذنكم، شغال اهم شيء صوتي يوصل حبايبي. طبعا مثل ما انتم عارفين 100 يوم فيها 24 متسابق، اول شيء 26 متسابق تصفيات ودعونا 2، وبقى في البرنامج 24 متسابق ودعونا 10 متسابقين من خلال البرايمات العشرة، وباقي عندنا 14 مشارك في النهاية اللي نتوج المركز الاول لزد رصيدك والثاني والثالث. طبعا نرحب فيهم فردا فردا، يا هلا فيهم. في البداية حاب أشكر المشاهدين جميعا، أقول لهم شكرا شكرا، وكذلك أخص بالشكر للشيخ عبد العزيز العريفي بيض الله وجهك على دعمك ووقوفك معنا وتواصلك بشكل دائم. ترى عادي دق علي الساعة 3 في الليل، هذه طبيعي يعني مو جديد. في أهلا فيه. وكذلك نشكر شركة مفيد على رأس الأستاذ نايف الأستاذ وافي على التجهيزات الرائعة مثل ما أنتم شايفين، عوضونا من الحفل الخارجي بيض الله وجهكم ما قصرتوا. 14 متسابق أكيد الأيام جميلة حلوة ومرها، ضحكنا وبكينا. الصوت يبون صوت، وصلوا لهم الصوت ولا تزعلون، والبقية كذلك. شباب مشكلة صوتي راح نصف 100 يوم أنا مع المتسابقين، ما باقي إلا شوية بيخلص اليوم. طيب نرجع ورا شوي بعد إذنكم شباب، نرجع ورا. يا هلا فيكم. طبعا في كثير من المتسابقين بالنسخة السادسة حيكونوا معنا في برنامج حياتك، بس ما راح نقول أحد. ما شاء الله هذا الدرع فارس زد رصيدك للموسم. لا لسه بدري باقي بدري. متحمس حتى لو بالدفنة. طبعا جمهورنا احنا الموسم هذا سوينا فلتر خاص بالسناب شات لزد رصيدك، يعني اللي حاب يصور يصور في الفلتر تبع زد رصيدك. بيض الله وجهكم. المركز الثالث
طبعا حي الله اللي طلعوا ابراهيمات ما قصروا مثل خالد الحميد عبد الرحمن المطيري وراشد قحطان ومساعد حماد البقية حابين إلا يشاركوا ويتوجهوا مع الفائز هذا من خلال قوتهم وتعاطفهم وكذلك اليد الواحدة اللي كانت في البرنامج طبعا هو الأساس نطلع 14 طلعوا الكل قالوا لازم نفرح مع الفائزين الفائز الفائز في المركز الثالث بقيمة 50,000 ريال نقول له ألف مبروك لمحمد عثمان تستاهل برافو مبروك يا بعد حي مبروك في المركز الأول بقيمة 300,000 ريال لا أصبر ما تسمعون يا عبد الرحمن المطيري طيب في الثاني 150,000 ريال والاول 300,000 ريال اصدمهم منك انت بسام طيب اوكي ما يحتاج والله خالد عميس برضو طلع ابراهيم يقول الاول طيب الثاني الفائز المركز الثاني 150,000 ريال صالح الزهيري تسلم يلا الفائز في المركز الأول بقيمة 300,000 ريال قل لهم يا حرب شوشو ولعبوا طيب الفائز بالمركز الأول ب 300,000 ريال المفاجأة كثيرة في البرامج تستاهلي حبيبي وين بندر بنضربه فارس بقول لك شيء تعال معلش تعال خلاص طيب اوكي نفسها يا زياد الفائز مركز اول بقيمة 300,000 ريال وايضا النجم الجماهيري 50,000 ريال بندر علي تسال والله تستاهل
من يبيع الدين حنا لك شرينا من يبيع
الدنيا بعدي حنا لك شرينا. زد رصيدك 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 زد رصيدك. زد رصيدك زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد وفخر وامنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا. زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك. كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دينا اللي فايلقى وجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. زد رصيدك 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 زد رصيدك. هات يا جمهور يد يومها من وفى الجمهور والله مرتوينا انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الابداع فينا كل دام يرفع الابداع فينا. زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك. كل خطوة للمعالي في ثبات والطموح ساند اللي له بنينا زد رصيدك دين واخلاق وصلاة من يبيع الدين حنا لك شرينا من يبيع الدين حنا لك شرينا من يبيع الدين حنا لك شرينا.